قام معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط بتوقيع اتفاقية تفاهم مع صندوق المناخ الأخضر، فيما قام بتوقيع الاتفاقية عن طرف الصندوق سعادة السيد خافير مانزانارس المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر. وأعرب معالي وزير النفط عن عظيم امتنانه وتقديره للإنجازات الكبيرة التي شهدها قطاع النفط والغاز في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وبمساندة سمو رئيس الوزراء وبدعم ومؤازرة سمو ولي العهد. كما ثمن معاليه التعاون الوثيق القائم مع الصندوق الأخضر والذي تمثل في العديد من الجوانب التنموية ذات العلاقة بالتصدي لظاهرة التغيرات المناخية. ورحب معالي الوزير بتوقيع الاتفاقية الثنائية التي تأتي في إطار مبادرة تأسيس بنك الاستثمار في الطاقة النظيفة في البحرين، وذلك في ظل الاهتمام المتزايد بقضايا الاستدامة البيئية والتخفيف من آثار تغير المناخ والحفاظ على الموارد والتنمية المستدامة، وكذلك الاهتمام العالمي بتمويل الطاقة الخضراء، مؤكدا معاليه أن الاتفاقية تعتبر دفعة قوية لقطاعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والتي من المتوقع أن تقوم بتحفيز مشاريع التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي. هذه الاتفاقية طبعا لدراسة إمكانية إنشاء بنك استثماري للاستثمار في مجال ما يسمى بالمكافحة تغيير المناخ وما تسعى إليه المنظمة لتنضوي تحت تنظيم الأمم المتحدة. فإن شاء الله تكون بداية جيدة أن البحرين تستضيف المقر الإقليمي لنشاط الصندوق، ونسعى إن شاء الله بالفريق التنفيذي مع السيد خافير اللي حصل على تأييد مجلس الإدارة كتعيين الرئيس التنفيذي، فيعني نبارك له هذا المنصب، وإن شاء الله التعاون بين مملكة البحرين وبين الصندوق تكون علاقة تنمو مع الوقت، ونشوف الأفكار هذه يعني جلب مشاريع استثمارية في مجال البيئي ومكافحة تغيير المناخ إلى آخره. The objective is to join forces. الهدف هو التعاون في مجال الطاقة النظيفة والاستثمار في التكنولوجيا المتجددة، وأن توقيع مملكة البحرين للاتفاقية هي خطوة مهمة للاستفادة من تجارب الدول المشاركة وخبرتهم الفنية، وهناك مبادرة في تأسيس بنك الاستثمار في الطاقة النظيفة في البحرين.